أشرف رئيس أمن ولاية المدية على عرض الحصيلة السنوية لسنة 2019، والتي عرفت إذن العديد من التدخلات أسفرت عن توقيف ومعالجة العديد من القضايا التي تروعت بين الترويج للمخدرات، السرقة، وكذا قضايا الاعتداء على الممتلكات، وهذا باستخدام تقنيات وآليات حديثة لتوقيف المتورطين. معمر العروسي. 14550 هذا الشيء انا ماذا بي؟ فربما نتائج العمل اللي قامت به المصالح الامنيه لان العمليه فيها فيما يخص مكافحه الجريمه تدخل التي تدخل في اطار قانون عام، كذلك المصالح الامن العمومي من بتدخلها في الوقايه يعني المروريه او بمسمى الامن المروري، بتدخل تاعها بتقنيه الامنيه بتقنيه الامنيه على مستوى الملاعب في امور تاع حفظ النظام الى ما غير ذلك. هناك عمل يعني تقوم به مصالح الامن الولايه، وبقيه يعني الهدف تاعنا هو حمايه